الهيئة العربية للإنماء الزراعي تدشن حصاد 1000 فدان قمح بولاية الجزيرة. تحت هذا العنوان جاء في الصحيفة: دشن رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي حصاد محصول القمح بمنطقة سرحان بولاية الجزيرة، ووقف ميدانيا على حصاد محصول السلاج، وأشاد بالدعم الذي تقدمه حكومة السودان والمساندة للهيئة العربية في سبيل إنماء رسالتها وتحقيق أهدافها. وقال إن تدشين حصاد القمح بمنطقة سرحان يمثل امتدادا لجهود الهيئة في دعم صغار المزارعين عبر صندوق القروض الدوارة الذي أسسته الهيئة لتوفير التمويل لصغار المزارعين. وأوضح أن النتائج الممتازة التي حققتها التجربة بمشروع الجزيرة، والتي تراوحت إنتاجية الفدان بين 18 إلى 24 جوال، سوف تساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من البرامج في كل ولايات السودان.